ألو، كل شي تمام عندك؟ عفوا معلم. ليش سكتت يا ابني؟ احكي. مرت أخي راحت عبيت النائب يجيت. كيف؟ طيب لك ليش ما خبرتني من قبل يا أخرس؟ ليش ما خبرتني فورا؟ لساتها بالبيت؟ لا، طلعت وهلأ عم تتمشى على الشاطئ. أنا عم راقبها. إيه فعلا أنت عم تراقبها. ما قصرت أبدا، أنا قريب منكم هلأ جاي. وينه؟ دكتورة، انت شو عم تعملي عندك؟ اختنقت ونزلت اتمشى وشم الهوا. لازم اخذ اذنك كمان؟ ايه لازم تاخدي اذني قبل ما تفكري تخطي خطوة وحدة. كلامي واضح؟ اذا رح تعملي عملية بدك اذن مني. انت جنيت على الاخير. انا مجنون من قبل. شو عملتي ببيت اخي يجيت؟ شو بس اخوك يعني اللي عايش بهداك البيت؟ سونا هنيك كمان خير؟ شو بيومين صرتي رفيقتها لسونا؟ صارت حبيبتك؟ اشتقتي لها؟ شكيتي لها همومك؟ وإذا صارت رفيقتي شو خصاك؟ ما عملت شي غلط. غلطتي وغلطتي غلط كبير كمان. قلتي لي بدك تروحي على المستشفى ورحتي على بيت أخي. طيب ترك لي إيدي، مو حلوة إنه تسحبني بهالطريقة. طلعي على السيارة. ليش عطول بتسحبني؟ مو شايف إني فايتة لوحدي على البيت؟ لا تخليني أعيد كلامي. شو عم بصير معكم فرهاد؟ على طول بدكم تتخانقوا؟ ما بصير هيك، بكفينا مشاكلنا. يا ريت كل واحد يشوف شغله. عم تفهموا علي؟ صفية ماتت. نعم؟ ايه ليك اللي راحت سرقوا مصاريها باستراحة وقتلوها بالحمامات، هيك قالوا لنا. سمعت بهالشي وكثير استغربت. المهم امشي. شبك اهدى شوي وقف. يعني حتى لو ما كنتوا بتحبوها في إنسانة ماتت، شو ما عندكم مشاعر؟ لك أنتوا بشر ولا لا؟ شو هالعيلة هاي؟ الظاهر أنا كان لازم نقتلك هداك النهار يا دكتورة. ليش شو عملت أنا؟ ما راح تروحي على بيت يجيت مرة تانية. ممنوع حتى تفكري بهداك البيت. إذا بدك تشتكي علينا روحي على النيابة. لو بدي اشتكي عليكم كنت اشتكيت قبل يا فرهاد. ليش هيك عم بتقول؟ رحت لهنيك بس لشوف أزقور وأرجع. رحت مشان شوف سونا. ممنوع تطلعي من هاي الغرفة. فرهاد، ما عم صدق اللي عم بيصير.